سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. البنات اليوم راح نديكم جوله معايا للمحل إيسوفير للتوابل والاعشاب الطبيعيه. البنات حبيت نعرفكم ساعة المحل هذا وين جا. المحل هذا راه جا في ولاية خنشلة حدا المونوبري القديم. على بالي ما كاش اللي ما يعرفش المحل هذا وعنده عام ونص كيحل. انا يعني نتكلم يعني على ولاية خنشلة كامل حتى لي زونفيرون تاعها. اللي ما يعرفش البلاصة يا البنات، هذا راه جا حدا المونوبري القديم تاع خنشلة. فوالا كيما راكم تشوفوا يا البنات، يعني المحل يعني الدخله نتاعو برك، واش راح نقول لكم، الدخله نتاعو برك راهي بزايد، يعني تعمر العين كيما يقول واحد. هنايا كيما راكم تشوفوا يا البنات، انا كي دخلت بعد بديت نصور هكذاك في الزهر، بديت نصور كل حاجه عجبتني صورها. ومن بعد ان شاء الله درك ندير لكم يعني كل حاجه بالصوره نتاعها، كل يعني تابل، كل يعني المهم كل حاجه اللي عنده هنا راني نصورها ونصورها بالعقل باش تشوفوها مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. اول حاجه يا البنات نعدلكم على برا المحل هذا، راح نزيد نعاود نعدلكم على برا. فوالا هذا هو المحل إيسوفير. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه هنايا، كيما قلت لكم راه متواجد حدا المونوبول تاع خنشلة، المونوبول القديم تاع خنشلة، يعني محسوب حدا لي صونفا. يعني كيما راكم تشوفوا هنا الدخله نتاعو راهو حاط يعني هادو كل الخاص، يعني الطاجين حلو ولا كيما يقول واحد اللحم حلو، الفواكه المجففه كامل اللي نديروها للطاجين الحلو حطها هنا في الدخله بعد. وهنا في الرفوف هادو كيما راكم تشوفوا كاين كيما نقول حنا زنجبيل ولا الحوايج هادو كيما النعناع، زنجبيل، الشاي. وهنا كيما راكم تشوفوا هادو الخل، الخل التفاح، هادو كامل القراعي تاع الخل، فيه لجميع يعني انواع الخل كيما راكم تشوفوا هنايا. الرفوف هذه كامل. فوالا هنا عنده حتى الزيوت، زيت الزيتون، زيت المائده، زيت المهم بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا هذا هو المحل. انا بديت عليه شويه يعني تاع توابل يعني خاصه للدجاج. ان شاء الله قلت ان شاء الله كي يقرب شويه رمضان ان شاء الله ندي من عنده التوابل تاع رمضان كامل. كيما راكم تشوفوا هنا، شوفوا هنا الزيتون المرحي، الزيتون المرقد، فوالا كيما نقولوا حنا المخللات هذو كامل عنده هنايا. هنا الطرشي، الزيتون الاسود، الفلفل هذا الطرشي، يعني هادو رفوف تاع المخللات كامل دارهم مع بعضهم. فوالا هذه الدرسه، كانت الدرسه الحاره وكانت الدرسه الحلوه كيما راكم تشوفوا هنا. وهنا الرفوف هذو فيهم يعني الحبوب الجافه كيما العدس الاحمر، العدس العادي الاخضر هذا، كاين هذه لوبيا حمراء، يعني اللي كيما قلت حنا لوبيا قريني، هنا اللوبيا البيضاء وكاين اللوبيا الصغيره هذه. وهذو التوابل كامل حطهم هنا في الرفوف هذوما، جميع التوابل. حتى كان عنده واحد التوابل والله ما نعرفهم وما نستعملوهمش خلاص وما نخدموش بهم هنا خلاص. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا راه كل تابل يحط عليه تيكي، كيما هذا البابونج، حنا نعرفوا البابونج سورتو حنا في فصل الشتاء نديروه تيزان. هنا كامل هذوما التوابل هذوما، هذو كيما نقولوا حنا الاعشاب يعني خاصه يعني اللي نديروهم تيزانه. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، هذا هو الطماطم المجفف، مليح للعيش، مليح لكسرة والدشيشة، مليح يعني وصف في فصل الشتاء كيما كنديروهم. شوفوا يا البنات هنايا التوابل نتاعو، كاين المرحية وكاين اللي يحب. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، يعني المحل تاعو ما شاء الله. فوالا كل حاجة ومدير لها التيكي تاعها. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، كاين هنا سميد القمح وكاين سكر التمر حتى هو مليح بزاف بزاف صحي، اللي ما يديرش سكر الاخر يدير سكر، سورتو اللي عندهم يعني ديابيتيك يديروا سكر التمر هذا. الدشيشه كيما تشوفوا هنا زبيبه الكتان، عند واحد الحبه هنا ما عرفتهاش
راهو سماها لي. شوفوا البيكربونات يعني كل تابل وكل يعني مكون من هذا التوابل هذو دار لهم ليتيكي باش نعرفوهم مليح. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا هنا هذو مع الرفوف هذو دار فيهم يعني حوايج هنايا تاع زيوت طبيعية وكيما الياسمين كيما الحوايج هذوما. وهنا دار هنايا دار الرفوف هذو فيهم حل دكتور، عندهم حتى الملح. شوفوا البنات عنده حتى الملح هذا الملح لها مالاي، هذا هو ملح صحي يا البنات، يعني خير من الملح اللي نديروه. فوالا كيما تشوفوا هذو الرفوف تاع الحلويات الحلوة كيما نقولو حل دكتور. المهم الحلويات كاملين كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا هذو الحمص والشيكولا نسكافي، المهم الحوايج هذوك نديرهم في رف وحده. والله يا البنات يعني المحل هذا راهو محل يعني فيه كلش كيما راكم تشوفوا بعينيكم، محل هايل. اللي يحب المحل هذا راني عطيتكم العنوان تاعو، وان شاء الله راني راح نخلي الانستغرام تاعو والصفحه تاعو والفيسبوك في صندوق الوصف تاعي. فوالا انا نخليكم مع هذا الجوله هذه، وانا ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير ان شاء الله في جوله اخرى ومحل اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.